أتحب كهروب؟ بالتأكيد، فأنا أستطيع اللعب على الحاسب لمدة 5 ساعات. إنه رائع. وأنتِ، ما رأيك بقطورة؟ أنا أحبها، فهي تخلي لي سيارتي الصغيرة لمدة 10 دقائق حتى تلمع كالشمس. وأنتِ، كهروب يضيء لي المكان أثناء دراستي وأطفئه بمجرد الانتهاء لأحافظ عليه. وأنت؟ قطورة صديقتي، فأنا أتوضأ بها كل يوم وأغلق الصنبور فور انتهائي لأحافظ عليها. كلنا نحب قطورة وكهروب، ولكن علينا اختيار الطريقة الصحيحة لإظهار حبنا. اقتصد لتدوم.